عالسلامة، مرحبا بكم. معاكم الشيف هنداتي من مدينة بنزرت. إن شاء الله اليوم أنا باش نحضر الوصفة نتاع الروز الأزهر. الروز الأزهر اللي باش نطيبو أنا باش نشوي معاه كعبتين حوت. الحوت هذايا مرجان، حوت بحر، وهذوما المكونات اللي حضرتهم باش طيبيهم الروز. أنا باش نطيب 250 غرام روز، حضرت شوية زيت زيتونة، كعبة بصل قصيتها جويدة، وهذايا الفاح اللي باش نفوح بيه. عندنا كركم، ملح، فلفل أكحل. فلفل أكحل فيها خليط نتاع فيها، فيها شوش الورد والقبيباقش والبرقدين، وهذوما سنون ثوم قصيتهم. الثوم نقصوه بالسكينة ما نهرسوهش. والروز الأزهر اللي باش نطيبو اليوم أنا باش نطيبو بالفلفل المفضخ المسير. الفلفل المفضخ المسير هذايا الفيديو نتاعو موجودة في قناتي سور يوتيوب، تو نخليلكم الرابط نتاع الفيديو في صندوق الوصف. وتوا باش ننظف هاك الكعبتين حوت، نقرقشهم ونحضرهم، وبعد نرجع لكم ونطيبوا الروز مع بعضنا. الكعبتين حوت هاني كملت قرقشتهم ونظفتهم، وتوا باش نفوحهم. باش نحط شوية ملح في الصحفة هكايا، شوية ملح، شوية كركم، وشويه فلفل اكحل. واللي يحب يحط كمون راهو ينجم، انا مانيش باش نحط الكمون على خاطر كثره اللفاح باش نقص لنا من النكهه والبنه نتاع النوعيه نتاع الحوت هذايا. الحوت هذايا عنده بنه خاصه. وتوا باش نصب مقدار مغرفتين زيت، نصب شويه ماء باش نحل اكل اللفاح. نخلط اكل لفاح هاني كملت خلطته. توا باش نفوح هاك الكعبتين حوت، ناخذ ماكل خليط نتاع لفاح ونحطو هكايا، نحطو في وسط الكرش زادا، ونخلطو حتى بيدينا. نجمو راهو نفوحو بيدينا، انا باش نفوح بيدي، ندخلو اكل لفاح في وسطها. توا باش نفوح الكعبة الثانية، الكعبتين حوت هاني كملت فوحتهم. واللي حب يحط شوية فلفل مرحي راهو ينجم. أنا خيرت نفوح بالكركم والملح والفلفل الأكحل أكا هاو، ما نزيدش تفاحات أخرين باش ما نقصش من النكهة والبنة متاع الحوت. وتوا باش نخليهم يشربوا الملح والفاح. ما بيننا طيبت الروز، توا باش نطيب الروز. باش نصب 4 مغارف زيت في النحاسة، ما نكثروش الزيت، 4 مغارف كافيين. نحط اك الثوم المقصوص، نحط كعبة بصل هذه اللي قصيتها جويدة. توا باش نشعل عليهم النار ونقليهم على نار واطية، نخليهم حتى ياخذوا شوية اللون. البصل والثوم ذبلتهم في وسط الزيت، خليتهم حتى اخذوا اللون شوية وسيبوا الطعم نتاعهم. توا باش نحط الروز، الروز راني غسلته، الصحفة روز باش نحط عليها صحفتين ماء، نصب الماء هذوما صحفتين ماء. باش نحط شوية ملح، وتوا باش نغطيها النحاسة ونخليها تغلي حتى يطيب الروز. الروز يغلي عنده 5 دقائق، مازال ما طابش. الروز قريب يطيب، اما راهو مازال ما طابش، ما طاب، مازال فيه الماء، مازال ما طابش. نخليوه يقعد يغلي حتى يشرب اكل الماء نتاعو الكل. وتوا باش نشوي اكل كعبات نتاع الحوت، نشعل عليهم الغاز، نستناها المقله تسخن شويه، وبعد نحط اكل الحوت يتشوي. المقله سخنت،
توا باش نحط الكعكين فوق اللي فوحتهم نحطهم يتشويو. كل فيح باش نحطو هكايا فوق منهم، وتوا المقلة باش نغطيها ونخليهم يتشويو. الروز طار، شوفوا كيفاش شرب الماء نتاعو الكل. وقت اللي يشرب الماء نتاعو الكل وقتها راهو طار. الحكر نتاعو صحفة روز عليها صحفتين ماء. توا باش نحط اكل الفلفل هذايا المفضخ المسيط، باش نحط هنا 3 مغارف هذايا، وكل واحد راهو يحط قد اللي يساعدو. اللي يحب اكثر راهو ينجم، واللي يحب حتى يحط مغارفين زاده راهو ينجم. وتوا باش نخلط. الفلفل المسير هاني كملت خلطته في وسط الروز. توا نحاسه باش نغطيها ونخليه يزيد يطيب 5 دقائق. وتوا الكنتايتين نتاع الحوت باش نقلبهم. وبعد ما قلبتهم نغطيهم. الروز بعد ما حطيت له الفلفل المسير عنده 3 دقائق، توا باش نحط له شويه فلفل اكحل ونخلط، وباش نزيد نخليه يزيد يطيب 2 دقائق اخرين، وبعد باش نطفي عليه. الروز طاب وهاني توا باش نطفي عليه باش نحركه. شوفوا كيفاش جاي كعبه كعبه. كعبتين الحوت اللي شويتهم طابوا، وهاني زيد باش نطفي عليهم. وفطورنا حضر، وهاني توا باش نعبيه، باش نحط كعبتين حوت الساعة. توا باش نهبي اكل روز، هذوما كعبتين حوت اللي شويتهم، وهذايا الروز اللي طيبته. الروز هاني كملت عبيتو، راني ذقتو، راهو جاي بنين بنين برشا. ما تتصوروش البنه اللي في الروز هذايا اللي طايبك الفلفل المفضخ المسير. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. بالسلامه وشهيه طيبه، وتابعوني واشتركوا في قناتي باش يوصلكم جديد الفيديوهات واحلى واشهى الاطباق التونسيه.